outstanding and came to know this place through the. أعرف هذا المكان من خلال الصداقة مع روكف فالر الذي أحب جمعية آسيا. طبعا أتيحت لي الفرصة مرة أخرى للحديث مع سعادته، وقد تحدث معه عندما كان سفيرا لإيران في الأمم المتحدة، وتحدث معه منذ أسبوعين أو ثلاثة. يطيب لي رؤيتكم، يطيب لي رؤيتك، ويطيب لي وجودي هنا مع هذا الجمع الموقر. طبعا ديكتاتورية فاسدة وبلد مارق، هذا ما تحدث فيه سيد ترامب. السيد روحاني قال إننا ننحو منحا توسطيا وليس لدينا طموحات توسعية، وقال أنه إذا ما أبطلت الاتفاقية فإن هذا سيكون داع للأسف، وهذا طبعا سيعطل من مصداقية أمريكا. أريد أن أتحدث عن لقائك مع ركس تيلرسون وزير الخارجية، عما تحدثتما وكيف كانت النبرة وما كان جوهر حديثكما؟ لقد كان لقاء متحضرا. أعتقد أنه بعد ذلك الخطاب حاول السيد تيلرسون أن يخفض من سقف المطالب، وطبعا لم نبادل بعضنا البعض رمي الأحذية. طبعا اللقاء لم يكن ثنائيا، والاتفاق لم يكن ثنائيا، الاتفاق طبعا متعدد الأطراف، واللقاء أخذ حيز التنفيذ في مجلس الأمن في غرفة التشاور الرسمية، حيث بدأنا المفاوضات في ذلك المكان مع السيد كيري، وكان ذلك تذكارا للجميع. هذا الاتفاق ليس معاهدة وليس اتفاقية ثنائية تحتاج إلى مصادقة من قبل مجلس الشيوخ، ولكنها تعتمد على قرار أممي، وبالتالي هذه القرارات عادت تبر من خلال هذه الغرف وغرف التشاور، وبالتالي استغرق الأمر سنتان من المفاوضات العسيرة في فيينا وبعد ذلك سنوات أخرى. وأنا آسف للعودة إلى فترة ما قبل المفاوضات. طبعا ذكرنا السيد تيلرسون، ذكره الجميع بأن اتفاقية جيدة، ولكنها ليست اتفاقية مثالية. لا يمكن أي اتفاقية أن تكون مثالية، لأنه إذا ما كان مثاليا من جهة سيكون كارثيا للطرف الآخر. طبعا الاتفاقية إيجابية، وقد وضعنا نصب أعيننا الأهداف في بداية التصير للوصول إلى حل، وبهذا قررنا أن لا نسوي جميع الخلافات حول أن نظر في الملف النووي. ولكن السيد تيلرسون تحدث عن التاريخ وتحدث عن مصادقة مجلس الشيوخ. هل تحدث السيد تيلرسون عن بعض التفاصيل التي يمكن أن تفضي إلى مغادرة الولايات المتحدة الأمريكية وإبطالها؟ كلا، لم يتحدث عن ذلك. أعتقد أن عدم القدرة على التخمين أمر يمكن تفهمه. هناك فكرة بطبيعة الحال لا نفهمها كثيرا، ولكن أريد أن أفهمها من وجهة نظركم. ليس ثمة بند إبطالي، صحيح؟ كلا، نحن نؤمن وأمننا أن إيران لم تنتهك أي اتفاقية دولية، وإذا ما قبلت إيران بأي رصد أو تنامي لهذا الرصد، هذا كان سيؤثر على شفافية إيران، ولم نرد قيودا إضافية. والولايات المتحدة الأمريكية وبعض البلدان الأخرى أرادت الولوج في تدابير بناء الثقة، وهذا كان مرتبطا بالمفاوضات. إذن حاولنا أن ننظر في فترة لعشر سنوات
تفرض فيها قيود على التخصيب أو إثراء، واتفقنا على تخفيض أجهزة طرف أجهزة الطرد المركزية وتخفيض أيضا مخزون اليورانيوم إلى 300 كيلوغرام. ولكن إيران أيضا تخضع لآلية رصد حازمة، اتفقنا على تطبيق ذلك. أقول لكم أن الاتفاقية مبنية على عدم الثقة، ليس ثمة جزء من هذه الاتفاقية مبني على الثقة، كلا، مبني على عدم الثقة، لأن الأطراف لم تثق ببعضها البعض، وعلي أن أكون واضحا، نحن لم نثق بالولايات المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة الأمريكية لم تثق بنا، وبالتالي الاتفاقية مبنية على اهتزاز الثقة من قبل الطرفين. إذن بعد 6 سنوات وبعد 8 سنوات من توقيع على الاتفاقية، إذا ما تحولت الأمور ويمكن أن نفضي ذلك إلى التوقيع على البروتوكول الإضافي، وهذا البروتوكول الإضافي هو منظومة رصد. إيران طبعا تطبق البروتوكول الإضافي لأننا لسنا على ثقة بشأن سلوك الولايات المتحدة الأمريكية، سوف نصبح طرفا رسميا للبروتوكول الإضافي خلال 6 سنوات، بينما تأخذ الولايات المتحدة الأمريكية على عاتقها الاطلاع بمسؤولياتها، وذلك البروتوكول الإضافي سيكون دائما وليس ثمة بند انسحاب من البروتوكول. عندما نصادق على البروتوكول الإضافي، هذا يعني أن إيران سوف تكون دائمة في مسعاها لمنظومة الرصد الشاملة، وإيران في تلك الفترة سوف تصبح عضوا لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وهذا يعني أنها ستكون ملزمة بعدم الوصول إلى سلاح نووي، وإيران سوف تكون كذلك، بالإضافة إلى حقيقة أننا لا نعتبر أن السلاح النووي يصب في مصلحتنا القومية. طبعا أنتم ورئيسكم تحدثا عن هذا الأمر، وأنتم لا تريدون الولايات المتحدة الأمريكية أن تنسحب، لأنكم تؤمنون أن هذه الاتفاقية جيدة للطرفين. كما قلت، هذه الاتفاقية ليست مثالية، ولكن موضوع تطبيق الاتفاقية يجب أن نمدح على قدم وساق. ماذا لو انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية؟ أعتقد أن هذا سيشكل أساسا ليدفع إيران بالانسحاب، ولكن هذا سوف يعتمد على عدد من العناصر بما في ذلك ردة فعل أوروبا. وكما تعرفون، لا أستطيع بطبيعة الحال أن أستشرف المستقبل وما سيجري وفقا للسياسة الإيرانية رغم ترامب وتعقيباته بخلاف ذلك، لكن كما تعرفون هناك جدل مستعر في الحيز العام في إيران، وبث على الهواء مباشرة حتى بين الرئيس روحاني وآخرين. عندما قال السيد روحاني أن إيران تنتحل منتحل الوسطية، يمكنك أن تسمع الخطابين، ويمكنك أن تتفهم أننا بالفعل ننحو منحا توسطيا. نحن نؤمن أن الحصافة والاحترام، احترام القانون الدولي واحترام حقوق المواطنين ومصالح الدول جميعها، ومحاولة الوصول كما أشرت أنت إلى عدم الاعتماد على معادلة صفرية، معادلة الغالب والمغلوب، هي الطرائق التي يمكن أن نستديم من خلالها الحياة الدولية. نحن نعيش في بيئة مختلفة، وعالمنا مضفور ببعضه البعض، لا يمكن أن يكون لدينا أمن على حساب عدم الأمن، وازدهار على حساب الفقر. هذه هي عناصر سياسة إيران المعتدلة، ولكن الكثير في العالم لا يروا إيران معتدلة، ولكنهم يروا إيران تتخذ تدابير تنافسية عدائية بعد توقيع الاتفاق، لا سيما في العلاقة مع الغرب وانهماكها على سبيل المثال في سوريا وفي اليمن وفي لبنان، وبالتالي فإن هذا ينتهك روح الاتفاقية.
لأن روح الاتفاقية التي كان يتعين أن تتمخض عن هذا الاتفاق كان يتعين أن تفضي إلى ترتيبات مختلفة تأتي بإيران إلى الأسرة الدولية لتستظل بظلها، ولكن هناك إيمان أن هذه الروح انتهكت. أولا، الولايات المتحدة الأمريكية لم تلتزم بنص الاتفاقية. طبعا ترامب خلال حملته الانتخابية هناك الفقرة 26 و27 و28 قد انتهكت في نص الاتفاقية، ولكن دعونا ننظر في الوضع على ما هو عليه. من في منطقتنا على صواب يعتمد عن من تتحدث ومع من تتحدث، مع السعوديين أو الإيرانيين؟ أنا أتحدث إليك، يقول جواد الظريف. من 80 إلى 88، من قاتل صدام حسين ومن دعم صدام حسين؟ الولايات المتحدة الأمريكية دعم صدام حسين وإيران قاتل صدام حسين. في عام 1999 عندما غزا صدام الكويت، من دعم الكويت؟ وعندما أتى الطالبان واستولت على أفغانستان، من دعم الحكومة الأفغانية؟ من دعم طالبان؟ على رسلك، من هناك تفاصيل أخرى مرتبطة بكون طالبان اعتزلت سلطة الحكم وكانت حكومة. هناك من يقول أن إيران طبعا دعمت طالبان. كلا كلا، طالبان قتلت 11 دبلوماسيا إيرانيا، وكنا على شفا حرب مع طالبان عندما أصبح حلفاء أمريكا يعترفون بطالبان، ولكن لم أنتهي. في عام 2003، من كان البلد الأول الذي أقر واعترف بحكومة العراق؟ مجلس الحكم. ومن قود ذلك؟ في عام 2001، من كان وراء تأسيس حكومة ديمقراطية جديدة في أفغانستان؟ ومن استمر في دعم طالبان؟ منذ عام 2003 إلى عام 2011، من وقف وراء جميع الحركات التي أفضت إلى تقويض الحكومة العراقية؟ ومن أطاح بطالبان؟ الأفغان بدعم أمريكي، ولكن حلفاؤكم ولكن الذين يتهموننا اعترفوا بطالبان ووفروا دعما لطالبان. هل أرسلك؟ اسمح لي. من وقف وراء تنظيم الدولة في العراق وسوريا؟ من دعم تنظيم الدولة ماليا؟ من حلفاؤكم؟ الآن يكشفون بعضهم البعض بعد هذه الأزمة، أزمة الخليج، بين 3 أو 4 من حلفائكم. هم يتهمون بعضهم البعض ويفضحون بعضهم البعض ويكشفون عن من دعم الإرهابيين. جميعهم فعل ذلك. من دعم حزب الله في لبنان، في سوريا؟ أتى حزب الله من لبنان، من خارج الحدود السورية، وانضم إلى الحكومة السورية وقتل معها. ولكن من منع سقوط بغداد وإربيل، سقوطها في أيدي تنظيم الدولة؟ من؟ أعتقد السيد بوتين فعل ذلك. كلا، نحن فعلنا. بوتين لا يستطيع أن يزعم ذلك في أربيل. كلا، نحن دعمنا الأكراد في أربيل، وأربيل كانت على وشك ساعات من السقوط. لا، كلا، هذه أمور مهمة. أنت تسمعني ولكن تعيد الكرة وتتهمني وتعيد المزاعم، وأنت تعيد الكرة وتقول نفس النقاط. كلا، أنا أتحدث عن التاريخ. أنا أتحدى أي شخص يمكنه أن يقول أن إيران لم تذهب إلى أربيل للحلول دون سقوط أربيل في يد تنظيم الدولة. البشمركة كانوا يغادرون أربيل وكانوا يفرون عندما اقتحم تنظيم الدولة ذلك المكان، واقترب من ذلك المكان. مسعود البرزاني فعل ذلك. طبعا أنت تشجع السيد العبادي فيما يخص الاستفتاء، صحيح؟ كلا، نحن نؤمن أن هذا خطأ جسيم، ونحن أصدقاء الأكراد ونحن أصدقاء خالدين إلى الأبد، ولكن نؤمن أن هذا خطأ استراتيجي الاستفتاء.
ونحن حاولنا ونحن دعمنا الأكراد، ولكن هذا خطأ استراتيجي ذو مآلات لا تحمد عقباها، لا يمكن أن تحصل في كردستان العراق. هذا مهم. في الكثير من الأحوال أنت تتحدث عن دعم إيران لشعوب نناصرها أو ننوئها، ولكن الرئيس الفرنسي ماكرون قال يتعين أن نطلق نقاشا بشأن البروتوكول وننظر في الاختلافات بشأن إيران وانخراطها في اليمن أو سوريا أو لبنان أو في أفغانستان. هل أنتم منفتحون على الإجابة عن هذه الأسئلة وكيفية انخراطكم وسلوككم في تلك البلاد؟ نحن كنا دائما وأبدا نشطون في بناء السلام. هل تريدون أن أعود إلى التاريخ؟ جيمس دوبز وهو الذي مثل الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2001 في مؤتمر بون لتأسيس حكومة أفغانستان، أسأله من لعب دور أساسي فسيقول جواد ظريف. أعود إلى التاريخ، عندما صدام اجتاح الكويت أراد إيران أن تنضم إليه، واقترح أنه إذا ما نجح فإن إيران والكويت والعراق سوف تقتسم النفط. نعم، وقد أرسل طائراته إلى إيران لكي يبرهن عن نزاهته وصدقه، ولكننا لم ننضم إلى التحالف، لكننا ساعدنا الكويت. لقد نددنا بغزو العراق حتى قبل أن يفعل ذلك مجلس التعاون الخليجي. هذه حقائق تاريخية يجب أن نتذكرها. ما هي علاقتكم مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ كيف تصفها اليوم؟ هل يتعين علي أن أفعل ذلك؟ أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تقترف خطأ استراتيجيا، ترسل رسالة إلى العالم تقول من خلالها أنها لن تفاوض في أي اتفاقية. هنالك تنازلات من الطرفين ولا يمكن الوصول إلى اتفاقية واستدامتها إذا ما سحبت هذه التنازلات بعد أن وقعت على الاتفاقية. لن يأتي أحد ويتفق مع الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية سوف يكون شريك غير موثوق. حتى الأوروبيون، أعتقد أن الأوروبيون يقولون إذا ما أبطلت الولايات المتحدة الأمريكية هذه الاتفاقية فإن الدول لن تثق بها. الولايات المتحدة الأمريكية عليها تبرهن عن نفسها كونها شريكا موثوقا. هل تقول أن إعادة التفاوض لن يمضي على قدم وساق؟ هل تقول أن الاتفاقية انتهت وإيران لا تريد أن تفاوض بشأن جوانب إضافية، ولا تريد أيضا أن تأخذ على محمل الجد ما قاله ماكرون، أي أن تستعرض سلوكها في المنطقة وتعيد النظر فيه؟ دعونا ننظر في المسائل واحدة بواحدة. إيران ومجموعة الخمسة زائد واحد مع استثناء واحد، تؤمن أن هذه الاتفاقية قد انتهت، توصلنا إليها ولا يجب أن تنفتح فصولها مرة أخرى، وإلا فإن المفاوضات سوف تستمر إلى ما لا نهاية. ولكن إيران دائما وأبدا كانت جاهزة للانخراط مع الأسرة الدولية. لقد قابلت سعادة الأمين العام وطمأنته وقلت أن إيران سوف تستمر في التعاون لكي تضع حدا للكارثة في سوريا. منذ 4 سنوات مثلت خطة الأربع نقاط لوضع حل في سوريا، ولكن لسوء الطالع لم توافق الأطراف الأخرى، وبعد سنوات أظهرت الأحداث أن خطتي كانت صحيحة. الآن جلست مع سيد ديمستورا وتحدثت عن إضافة نقاط إلى أستانا، هذه العملية التي أفضت إلى خفض التوتر. ما يحصل في سوريا وكيف يمكن أن ننظر في الاحتمالات، وكيف يمكن أن
نضع حدا لهذه الأزمة. وماذا عن الملف النووي؟ دعونا نضع الملف النووي جانبا. الولايات المتحدة الأمريكية يجب عليها أن تتعايش مع الاتفاقية. هذا خيار بسيط، لا يمكن أن تأخذ الكعكة وتأكلها جميعها. يجب أن تتخذ الولايات المتحدة قرار استراتيجي وترسل رسالة للأسرة الدولية، هل هي شريك موثوق؟ وأولئك الذين يفاوضون مع هذه الإدارة هل سيخشون ما سيجري لاحقا إذا ما وصلوا إلى اتفاقية؟ هل ستبطلها على سبيل المثال الولايات المتحدة الأمريكية وتنقض وعودها؟ هناك كثير من الاتفاقيات والمعاهدات غير خاضعة للمصادقة من قبل الكونغرس، ولكن هذه الاتفاقية لم تكن كذلك. هذه الاتفاقية مرتبطة بمجلس الأمن، لذلك دعونا نضع الاتفاقية جانبا. ولكن أجب علي إجابة نهائية، إذا ما انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاقية ماذا ستفعل إيران؟ أنت اقترحت أن هنالك اهتزاز لمصداقية الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن ماذا عن إيران؟ سوف نتخذ القرار اللائق وفقا للظروف. قلت لك إن إيران لا تتبع خطا واحدا طوليا، هنالك تعدد في السياسات داخليا. سوف نطلق جدلا ولدينا آراء مختلفة. هنالك أشخاص في إيران الآن يؤمنون بأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تلتزم بجوانب في هذه الاتفاقية، لذلك إيران لا يتعين عليها أن تلتزم بالاتفاقية. هناك أشخاص يتحدثون بملء الفيه عن هذا الأمر، ولكن هم أقلية، ولكن هذه المحاجة سوف يعتريها الزخم ودعم إذا ما قررت الولايات المتحدة الأمريكية أن تنسحب من الاتفاقية. سؤال آخر، قلت أن إيران لا تتبع خطا واحدا وهي متنوعة، إذن من يفوز في إيران ومن فاز؟ السيد روحاني أعيد انتخابه، من يمسك بزمام الأمور؟ هل هذا يعني أن المعتدلين في تصاعد؟ وهل تصفه بأنه معتدل وفقا للسياسة الإيرانية؟ السيد روحاني، أنا أؤمن أن لديه منبرا وحاول بطبيعة الحال أن ينظر من خلال هذا المنبر إلى الداخل والخارج، ولديه شعبية وكان على يقين أنه سيفوز وبالفعل فاز. وفي الانتخابات المقبلة سوف نرى إن الشعب الإيراني، أنا أتحدث عن الاتجاه إلى أين تتجه إيران، هذا يعتمد. أنا أسألك عن الاتجاه السائد هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، صوتتم لجمهوريهم ثم ديمقراطيين والآن ترامب، ولكن نحن لدينا نخبة تعرف كيف تجري الأمور، ولكن ليس لدي كرة بلورية أستطيع أن أستشرف المستقبل من خلالها. من سيفوز في الانتخابات القادمة؟ من سيفوز في انتخابات التمهيدية؟ من لدينا إجراءات شبيهة؟ ربما السيد ترامب يريد أن يفكر بأن إيران ديكتاتورية، وطبعا حلفاؤهم لم يصلوا إلى صناديق الاقتراع، ولكنه سيد ترامب يصفنا بديكتاتوريين، يصف إيران بديكتاتورية. هذا إجراء سوف نتبعه، ولا أدري كيف ستؤول الأمور، إلى ما ستؤول الأمور في إيران، ولكن ما هو مهم أن لدينا شرعية ولدينا قوة نستمدها من شعبنا بخلاف أصدقائكم في المنطقة. نحن لا نستمد شرعيتنا من المعدات العسكرية الجميلة التي نشتريها من الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن هل لك أن تساعدنا لفهم ما يجري؟ عندما ذهب ترامب إلى الرياض ودعم السعوديين وقال نحن في كفاح مع إيران، والرئيس قال طبعا خاطب الجمع وقال أنا معكم، ولكن خلال أيام ما حصل، حصل القمع في البحرين وقتل مدنيون كانوا يتظاهرون سلميا، وبعد ذلك شاهدتم الشرخ الذي حصل بين قطر والسعودية المملكة العربية السعودية والدول الأخرى. إذن هذه
الرسائل رسائل خاطئة. منطقتنا لا تحتاج إلى رسائل خاطئة، إن منطقتنا لا تحتاج إلى رسائل متضاربة. منطقتنا تحتاج إلى رسالة الحوار، تحتاج إلى رسالة نستطيع من خلالها أن نسوي خلافاتنا. هل النزاع بين المملكة العربية السعودية وإيران هو نزاع مرتبط بالنفوذ؟ هل هو نزاع شيعي سني؟ هل هو نزاع بين بلدان لديهما رسالتين مختلفتين؟ لا أدري، أعتقد أنه نزاع قائم من وجهة نظرنا على اتخاذ خيارات خاطئة من قبل طرف. طالبان في أفغانستان، تنظيم الدولة في العراق، النصرة في سوريا، هذه خيارات خاطئة. هل هذا خطأنا لأننا لم نتخذ الخيارات الخاطئة؟ نحن لسنا واهمين، لا يمكننا أن نستثني المملكة العربية السعودية بالمنطقة. نحن نؤمن أن المملكة العربية السعودية لاعب فاعل للغاية، ويجب أن نحترم دورها، ولكن نريد من المملكة العربية السعودية أن تتفهم بأننا نحن أيضا لاعب مهم، ولا يمكنها أن تستثني إيران، ونحن لن نحاول أن نستثني أو نستبعد المملكة العربية السعودية، ولكن المملكة العربية السعودية يجب عليها أن تهجر الوهم. في أحد الأيام أرسلت رسالة لوزير الخارجية الراحل السابق، وقلت له أننا جاهزون للعمل معكم لكي نستوعب بعضنا البعض في المنطقة، وقال لي العالم العربي دعه وشأنه. العالم العربي دعه وشأنه، نعم، أقول أن العالم العربي جارنا ونحن موجودون في المنطقة، ويجب أن نعمل معا لإحلال الأمن في هذه المنطقة، ونحن جاهزون للعمل معا لتعزيز الأمن. إذا ماذا سيحصل في اليمن؟ مرة أخرى في اليمن حاولنا، وأنا أطلب منك أن تسأل العارفين، حاولنا أن نضع حدا لهذا النزاع قبل أن يندلع، وعندما بدأ حاولنا أن نصل إلى وقف الإطلاق النار من خلال نفوذنا، وأمضينا أياما من خلال مفاوضات صعبة. وعوض عن الحديث عن الملف النووي، تحدثنا عن اليمن لكي ننهي النزاع في اليمن. إيران لم تنكث بوعودها، ولكن الطرف الآخر نكث بوعده، وفي كل محاولة الطرف الآخر نسف احتمالية الوصول إلى حل متفاوض عليه. دعوني أكون واضحا، نحن نؤمن أن اليمن يحتاج إلى حل سياسي، وسوريا أيضا كذلك. نحن نؤمن أن هذه القضايا لا يمكن أن تحل عسكريا، وأنا وعليهم حاسم أقول هذا، نحن جاهزون. هل تقر بأن لديكم وجود أقوى؟ نتحدث عن إيران أو حزب الله على الأرض بخلاف المملكة العربية السعودية. أنا أؤمن أنهم اتخذوا خيارات خاطئة، ولذلك وجودهم يتقلص. هذا لا يعني أن وجودها لم يكن موجودا، كان ثمة مجموعة تفاوض عليا في الرياض، ولكن السؤال هو التالي: من يقصف اليمنيين؟ هناك 700,000 حالة من الكوليرا، هل نحن نقصف اليمن؟ لماذا إيران موجودة في اليمن؟ نحن لسنا في اليمن. الشعوب لا تقبل باجتياح أراضيها، الشعوب لا ترضى بقصفها وخضوعها للقصف، والبلدان يجب عليها أن تعرف أن هذا المسعى هو مسعى خاطئ. يجب علينا أن نفهم أن القضايا في منطقتنا تحتاج إلى الحوار ولا تحتاج إلى الطائرات. يجب علينا أن نفهم أن القضايا في منطقتنا يمكن أن تحل فقط من خلال الجلوس إلى طاولة المفاوضات والوصول إلى حل. إن حلنا لليمن مرتبط بوقف إطلاق النار، المساعدات الإنسانية، حوار يمني وانتخابات لكي نصل إلى حكومة جامعة في اليمن. هذه هي القضية ركزنا عليها دائما وأبدا، وهذا ينطبق على سوريا أيضا منذ 4 سنوات. الحل في سوريا وقف إطلاق النار،
حكومة وحدة وطنية جامعة، إصلاحات دستورية وانتخابات. وضعنا هذا على الطاولة، ولكن في مونترو استثنينا، وضعنا هذا الحل في اليمن وتم تجاهلنا إن على أساس أن هنالك وهم مفاده أن هنالك فوز عسكري في اليمن. لم يفز أحد عسكريا في اليمن لألف سنة خلت، والشعب اليمني هو الذي يعاني. نعم، الشعب اليمني هو الذي يعاني، والشعب اليمني شأنه شأن الشعوب الأخرى، سوف يرضى بالمعاناة ولكن لن يرضى بإهانة كرامته. الناس يجب عليهم أن يفهموا أن الآخرين يقاوموا الضغوطات. وماذا عن النزاع بين السعودية العربية وقطر وإيران من جهة والسعودية العربية من جهة أخرى؟ كيف تختلط الأمور هنا؟ نحن لسنا طرفا لهذه النزاعات الناس، ولكن أنتم موجودون في المنطقة. نعم، نحن في المنطقة، ونحن نؤمن أن هنالك حسابات خاطئة من قبل السعودية، نعم، لسوء الطالع والإمارات العربية المتحدة بشأن ربما تضييق الخناق على بلد لكي تستثب. هل يريدون أن يضيقوا الخناق على قطر؟ أنا أسأل سؤالا، هل هم بالفعل يحاولون فعل ذلك؟ وهم أغلقوا الحدود، هل أغلقوا الحدود؟ نعم أغلقوها. هل أغلقوا الأجواء؟ أغلقوها. هل أغلقوا الموانئ؟ نعم. وماذا عن إيران؟ نحن فتحنا أراضينا، ونحن لم نفعل كما فعلت المملكة العربية السعودية. إذا ما حاولت بلد منع السعوديين من الطيران في أجواء، فنحن سنفتح أجواءنا. نحن هذا ما فعلناه في الكويت. نحن نؤمن أن الاستقرار في المنطقة استقرار الحكومات في المنطقة يصب في مصلحتنا القومية. لماذا تؤمن بأن الكثير من البلدان يشكون في طموحات إيران في المنطقة؟ لا أستطيع أن أطلق أحكاما بشأن ما يقوم به الآخرون، ولكن في واشنطن هناك موضة يلقون باللائمة على إيران دائما وأبدا. هناك بلدان أخرى على سبيل المثال أثارت شكوكا بشأن سلوك إيران. نتحدث هنا عن المجموعة الخمسة، كلنا نتحدث هنا عن الشعوب، نحن نتحدث عن السياسات ولا نتحدث عن الشعوب. أقول أن السياسة الإيرانية واضحة، يجب أن تحترم الشعوب بعضها البعض. لا يتعين أن نتحدث عن سلوك بلد آخر، تحدثوا عن الممارسات، تحدثوا عن هذه الأمور لكي تروا من قام بالمزيد لمكافحة الإرهاب ومن قام ونحن اتساق بمكافحة الإرهاب. إذا ما كنا إلى جانب الإرهاب في سوريا وأفغانستان وفي العراق، هل كنا كذلك؟ ماذا عن السؤال الذي طرحه كاسنجر وقال أن إيران يجب أن تقرر هل إيران دولة أو حركة؟ أجبت عن ذلك السؤال، قلت أن الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تتخذ قرارا، هل الولايات المتحدة الأمريكية تعنى بالطبقة أو هل هي دولة؟ لم تتخذ هذا القرار لسنوات خلت. المحاجة في الولايات المتحدة الأمريكية، هي عبارة عن بلد مثالي. هذا جيد، إذا أنتم يمكنكم أن تتفهموا إذا الإجابة عن السؤال. هل هذا يجعل الولايات المتحدة الأمريكية بلدا مزعج على الاستقرار؟ كلا، هذه هي سياساتكم وهذه هي سياساتنا التي تجعلنا محلين للاستقرار أو مزعزعين له. الفصل بين كون البلد حركة أو حكومة هذا يدعو إلى المفارقة. نحن نحاول أن نحول هذه السياسات إلى نظرية ولكنها فاشلة. الولايات المتحدة الأمريكية فشلت في تقرير الحقائق. عندما يتحدث سيد بوتين
عن إيران كونها ديكتاتورية، إنه يغفل حقيقة أنه وفي بلدان حليفة للولايات المتحدة الأمريكية إن مفهوم صندوق الاقتراع غير موجود. نحن كشعب نحن نحتفي بنساء يستطيعن أن يقودن العربات والمركبات في بلد. الآن وصلنا إلى هذا المستوى، يجب عليكم أن تنظروا إلى هذا الأمر. الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تتجاهل هذه الحقائق. أنتم تقترحون الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تتجاهل هذه الوقائع فيما يخص ما تؤمن به وفيما يخص العلاقة بين الدول ببعضها البعض، لأن لديه أصدقاء. أنت تؤمن أن هؤلاء الأصدقاء ينتهكون المبادئ التي تروج لها الولايات المتحدة الأمريكية أصلا؟ هل أحتاج أن أؤكد على ذلك؟ الحقيقة تتحدث عن نفسها. أعود إلى 9 من أيلول، 9 من 11 من سبتمبر. كم إيراني كان مسؤولا عن أحداث 11 من سبتمبر؟ أنا فخور بالإيرانيين في الولايات المتحدة الأمريكية. الإيرانيون في الولايات المتحدة الأمريكية هم قادة شركات ويلعبون دور أساسيا تجاريا، و الإيرانيون لا يسمح لهم بالذهاب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن مواطنو البلد الذي ذهب بعض مواطنيه واتهم بتفجيرات 11 سبتمبر يمكن للمواطنين أن يذهبوا إلى أمريكا، ولكن أنا لا أسمح لأي رئيس أمريكي أن يهين بلدي إيران. اقترحت أنك تريد أن ترى حديثا بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بشأن العلاقة المستقبلية. الولايات المتحدة الأمريكية يتعين عليها أن تكون شريكا مفاوضا موثوقا، ونحن أمضينا سنتين، ربما أنا والسيد كيري أمضينا وقتا معا أكثر مما أمضيناه مع زوجاتنا، نناقش ونتفاوض. إذن دعونا نلعب دورا أساسيا ونحاول أن ننظر في الاتفاقية. الاتفاقية لديها ثغرات، وإلا لن تكون اتفاقية أو صفقة. إذا ما كانت الصفقة تصب في مصلحتي 100%، فإن الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن لتقبل بها. إذا ما كانت الاتفاقية مثالية كان يتعين أن تفرض من قبل طرفين على آخر. إذا ما سألت، أنا أسألك بشأن ميثاق العلاقة المستقبلية. كما تعرف إحدى الأمور التي قام بها السيد أوباما وتحدث فيها مع السعوديين، قال أنه أراد أن يرى في المنطقة حوارا أكثر بين المملكة العربية السعودية وإيران. هذه نقطة أساسية، هل تتفق مع ذلك؟ ولكن من فعل ماذا؟ بعد أن اتفقنا وتوصلنا إلى الاتفاق النووي، رئيس مجلس دول الخليج والسعودية العربية عضو فاعل، قال أن إيران وصلت إلى الاتفاقية، لماذا لا ننضم ونلحق بالركب؟ طبعا ذهبت إلى قطر وإلى وقلت أننا جاهزون، ولكن السعوديون رفضوا ذلك. وبعد ذلك وزير الخارجية الكويتي ذهب إلى إيران نيابة عن مجلس التعاون الخليجي، طلب أن ننهمك في الحوار. رئيسنا ذهب إلى الكويت واستجاب إيجابيا، ولكن أمير الكويت طلب من رئيسنا أن يقوم بذلك ويدون هذا الطلب بالفعل، ولكن ولي العهد السعودي أجرى مقابلة وقال أننا لن نتحاور مع إيران مطلقا. وبالتالي يتعين علينا أن ننظر في أين تكمن المشكلة، ليست في طهران. إن مصلحتنا مرتبطة بالحوار، نحن واثقون من قوتنا، ونحن واثقون من حجمنا، ونحن واثقون من شعبنا. نحن لا نشتري الأمن من الخارج، نحن نستبد الأمن. هل تقترح أن المملكة العربية السعودية تشتري الأمن من الخارج؟ أنا لا أقترح.
ساعدنا على فهم التالي. لقد قلت وعقبت عما قاله ترامب بشأن الصواريخ. ما هو برنامجكم وما هي علاقته بتطوير ونشر الصواريخ التي هي ليست جزءا من الاتفاقية؟ نعم، هي ليست جزءا من الاتفاقية النووية. شكرا لتذكيري بذلك. يجب عليك أن تنظر إلى تاريخنا. هل تقومون بذلك لأسباب رادعة؟ ولكن الناس لا يفترضون أنه يتعين عليهم أن يصدقوكم ويصدقوا ما تقولونه، صحيح؟ إذن يجب عليك أن تظهر في الوقائع. في السنة الماضية المملكة العربية السعودية 67 مليار دولار أنفقتها على الأسلحة. الإمارات العربية المتحدة أنفقت، وطبعا الإمارات العربية المتحدة أنفقت 14 مليارا. هذه ليست أرقامي طبعا، هذه إحصاءات. أما إيران فأنفقت 6 مليارات فقط على الأسلحة. هل يتعين علينا أن ننقلب على أعقابنا وأن لا نحمي 80 مليون إيراني؟ طبعا الجميع كان يدافع عن صدام حسين، وعندما استخدم صدام حسين المواد الكيميائية ضد مدنيين لم يلقوا بالا بذلك. ذهبت إلى رئيس مجلس الأمن، كان عمري 25 سنة، ذهبت إلى رئيس مجلس الأمن وقلت له هنالك مواد كيميائية، أسلحة كيميائية استخدمت ضد إيران. وعلى الملأ قال لي أنا لست مفوضا بالحديث إليك عن هذا الأمر. قصف شعبنا من قبل صواريخ وجهت، لم يكن لدينا صواريخ في ذلك الوقت كصواريخ رادعة. هل نحن ملتزمون بحماية شعبنا؟ هذا هو السؤال. صدام حسين طبعا كان يقصف مدننا وكان ربيب الغرب، كان يستخدم المواد الكيميائية والأسلحة الكيميائية ضد إيران. والسفير السابق بولتون كان يقول الأسلحة هي أسلحة. نعم، لا تقترح أن ذلك السلوك كان أمريكيا، لأنك تعرف أفضل أكثر من ذلك. أنا لا أزعم، عليك أن تعود إلى الصحف. الولايات المتحدة الأمريكية، الولايات المتحدة الأمريكية، أنت تحدث عن دبلوماسي بولتون صحيح؟ نعم، الولايات المتحدة الأمريكية أرسلت مروحيات استخدمت ضد إيران، والأصدقاء الألمان وفرت أسلحة كيماوية للعراقيين. هذه حقائق تاريخية، ولكن أنا لا أطلب منك أن تصدقني. انظر في سجلات مجلس الأمن منذ عام 1985 إلى عام 1998، هنالك 6 تقارير تقول أن الأسلحة الكيماوية استخدمت ضد إيران من قبل العراق. هل هنالك قرار أممي واحد يندد العراق لاستخدام الأسلحة الكيماوية؟ والآن الناس يقولون أن الأسلحة الكيماوية خط أحمر. هذا هراء، هذا هراء. الإيرانيون لا يؤمنوا بالخطوط الحمراء، لأنكم تسامحتم بشأن استخدامها ضد المدنيين. تنظيم الدولة استخدم ذلك. نحن أتينا بالجنات هنا إلى نيويورك، لقد أتينا بالضحايا قصف حلبجة، ولم يكن هناك تنديد. يا صديقي، أنا لا أقدم لك مزاعم، أرجو أن تنظر في التواريخ والسجلات. شكرا. نحن جاهزون لتخفيف الإنفاق في المنطقة إذا ما خفض الآخرون الإنفاق. أطرح عليك هذا السؤال، وأنت تحدثت عن إيران كونها ضحية للأسلحة الكيماوية. الحكومة التي تدعمها في سوريا استخدمت المواد الكيماوية. هل نددت بالحكومة السورية وفعلتها؟ الولايات المتحدة الأمريكية في ذلك الوقت طبعا نددت بهذا العمل.
نحن ننبذ استخدام الأسلحة الكيماوية بغض النظر عن الضحايا، ولكن الحكومة التي دعمتموها استخدمت المواد الكيماوية. أتحدث هنا عن سوريا، والكثير يقولون أن الحكومة السورية لم تكن لتنجو بنفسها من دون دعم إيران وحزب الله. نحن طلبنا تحقيقا دوليا، نحن طلبنا إجراء تحقيق دولي لمعرفة هل استخدمها الحكومة أو لم تستخدمها. هل تؤمن بأنها لم تستخدمها؟ إذن لقد طلبنا إجراء تحقيق. نحن في سوريا ليس لندعم أي جهة، ولكن لنقاتل تنظيم الدولة. نحن طلبنا الأسرة الدولية لكي تمحص الأدلة. دعني أشرح. نحن أصدقاء، وعليكم أن تفهموا هذا الجدل القائم طبعا، ولهذا هو موجود معي، ولهذا وافق على إجراء هذه المقابلة. جيد، لا يبدو الأمر كذلك، ولكن بالفعل نحن أصدقاء. نحن نحاول أن نفهم هذه الأبعاد، ولكن نحن كما قلت تحاربنا مع العراق، والأمم المتحدة أرسلت بعثة تحقيقية لمعرفة إذا ما استخدمت الأسلحة الكيماوية. نحن بطبيعة الحال ساعدنا الحكومة السورية على التخلي عن الأسلحة الكيماوية، ولعبنا دور أساسيا في هذا المقام في تطبيقها من قبل كيري ولافروف طبعا، وقد دعمنا ذلك الاتفاق وشجعنا لافروف على فعل ذلك للوصول إلى ذلك الاتفاق. ما هو الشيء الذي يطلبه الأمر لإقناعك أن السوريين استخدموا الأسلحة الكيماوية؟ تحقيق دولي ميداني، هذا ما طلبنا به. ولكن في هذه المرحلة أنت لا تدري بأن السوريين استخدموا الأسلحة الكيماوية؟ نحن نعلم أن الأسلحة الكيماوية استخدمت، إذن سؤالك هو من استخدمها؟ نعم، هذا هو السؤال، هذا هو السؤال، هذا هو السؤال الذي طرحناه. هل من المرجح أن النظام لم يستخدمها؟ ليس لدينا دليل. أنت تريد دليلا؟ تريد نعم، أريد دليلا بالطبع، أريد دليلا، ونحن جاهزون لتوفير معلومات استخباراتية أيضا. هنالك بلد دمر بسبب الحرب، لسوء الطالع، نعم، ونحتاج إلى وضع حد لذلك، نحتاج توفير مساعدة الإنسانية. إيران كانت ولا تزال جزءا من هذا الصراع لأنها دعمت حزب الله. هل تريد لتنظيم الدولة أن يقبع ويحتل دمشق؟ المحاجة تقول أن حزب الله تدخل في ذلك العراق، العراق، وكانوا يقاتلون تنظيم الدولة، هكذا يفترض، ولكن هم يقاتلون المعارضة أيضا، صحيح؟ من يقاتل تنظيم الدولة اليوم في دير الزور؟ ومن يمنع ذلك؟ أنا أطرح عليك سؤالا واضحا، من يقاتل تنظيم الدولة؟ وأوفر لك الموقع في 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 دير الزور. من يقاتل النصرة في إدلب؟ ومن فعل ذلك في حلب؟ هذه هي أسئلة واقعية. إذن في هذه الحالة أنتم وحكومة إيران تقترحون بأن الولايات المتحدة الأمريكية تصطف إلى جانب إيران في قتالهما لتنظيم الدولة، لأن هذا هو مبتغى الولايات المتحدة الأمريكية، صحيح؟ هذه هي الأهداف المعلنة للولايات المتحدة الأمريكية. أنا يحدوني الأمل أن يكون الأمر كذلك، ولكن ما هو الشيء الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية في شرق الفرات؟ أنا لا أزعم، ولكن ماذا تفعل الولايات المتحدة الأمريكية في شرق الفرات؟ لماذا يحولون دون تقدم الحكومة السورية واحتلالها لمواقع تنظيم الدولة في شرق الفرات؟ يبدو لي أن الأولويات اختلفت اليوم، والحكومة أو الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تمنع الحكومة السورية من هزيمة تنظيم الدولة. بعضهم يحاج ويقول أن إيران تريد أن
يكون لديها هلال شيعي. ولهذا دعمنا قطر. هل هذا السبب الذي دفعنا للاعتراض على الانقلاب في تركيا؟ لهذا ذهبنا إلى أربيل لنمنع تطييب الدولة من احتلال أربيل. هل هذه مناطق شيعية ولهذا دعمنا الحكومة السنية الأفغانية؟ كلا. عادة الناس تحاول أن تخترع هذه الأقاويل وهذه الافتراضات. هذه افتراضات خاطئة. أجب عن أسئلتي. لماذا ساعدنا الحيلولة دون وقوع أربيل في يد تنظيم الدولة؟ هل أربيل بلد شيعي؟ هل الأربيل منطقة شيعية؟ لماذا عرضنا الانقلاب في تركيا؟ هل تركيا حكومة شيعية؟ لماذا عرضنا اجتياح قطر أو السيطرة على قطر؟ هل قطر بلد شيعي؟ لا شك أن إيران تعارض تنظيم الدولة، لا لبس في ذلك. ولكن لماذا تطرح هذا السؤال إذن؟ كلا، ولكن هنالك اعتبار آخر. يمكنك أن تغوص في التاريخ ويمكنك أن تقتبس بطبيعة الحال اقتباسات تتحدث فيها عن إيران كونها ضحية. أنت قلت أن طالبان وانتصارها ليس في مصلحة إيران. نعم، هذا صحيح. من مصلحتنا وجود حكومة أفغانية لاسترداد الأمن في أفغانستان، ولكن يجب أن نحمي أيضا حدودنا، وأيضا من مصلحتنا أن نحمي مواطنينا. إذن أنتم تتقاطعون في مصلحتكم مع الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية تعارض طالبان وتدعم الحكومة الأفغانية. نعم، يحدون الأمل أن يكون الأمر كذلك، ولكن نحن لم ندعم الصفقة أحادية الجانب. الولايات المتحدة الأمريكية هي التي فعلت ذلك. نحن لدينا سجل نظيف في معارضة طالبان أكثر من أي دولة أخرى. أرجو أن لا تنسوا ذلك. نحن مررنا من خلال هذه التجربة، ونحن نعلم ما يجري في المنطقة. لقد عارضنا طالبان منذ اليوم الأول. 11 إيراني قتل في مزار شريف. نعم، من زملائي دبلوماسيين قتلوا في مزار شريف على يد طالبان، وكنا القوة التي قاتلت طالبان والقوة التي أبقت على الحكومة الشرعية الأفغانية حية. بعد عام 2001 الولايات المتحدة الأمريكية قررت أن تنضم إلى الطرف الحق، وبالتالي كان لديها من يحارب طالبان، وإلا فلم يكن الأمر سيفضي إلى ما أفضى إليه. أرجو أن تتأكد من التاريخ. هناك مناطق بطبيعة الحال تتقاطع فيها المصالح الأمريكية الإيرانية وبلدان أخرى. طبعا هذه المنطقة منطقة مفعمة بالمشاكل والنزاعات، وإيران تقول أن لديها طموحات إقليمية وتريد أن تمد أذرعتها لأنها أمة عظيمة. نحن ليس لدينا طموحات، نريد أن نعيش في منطقة آمنة. نحن بلد عظيم، بلد كبير في هذه المنطقة، والولايات المتحدة الأمريكية لا تحترم ذلك. الولايات المتحدة الأمريكية لا تحترم ذلك فقط، ولكن تريد أن تتجاهل هذه الوقائع. ولهذا السبب الولايات المتحدة الأمريكية وقعت في شراك مستنقع تلك المنطقة. إذا ما استطعنا، وبالفعل قمنا بالتوصل إلى الاتفاقية النووية، ربما يمكن أن نبني على هذه الاتفاقية لكي نبني العلاقة ونحسن فيها. طبعا الطرفان لم يحصلا على كل شيء، ولكن يمكن أن نبني على هذه الاتفاقية، ولكن لم نصل إلى ذلك. صحيح، وفقا لكم، في اليوم الذي توصلنا فيه إلى الاتفاقية النووية غردت عبر تويتر. يستغرق وقتا طويلا مني لكي أغرد. ربما التويتر طبعا ستصل كلماتي إلى 280 عوض عن 140. غردت وقلت أن هذا هو الأساس، هذه هي توقعاتنا. أوضحنا المسألة وقلنا أنه إذا ما كان الناس جاهزون للخوض في قضايا أخرى وهنالك
رغبة جدية للانهماك والتواصل، فسنكون شريكا جديا كما برهننا. ولكن التجربة خلال الفترة السابقة لم تكن إيجابية. هل أنت جاهز للقول بأن القضايا التي تثيرها الولايات المتحدة الأمريكية وبلدان أخرى وقعت على الاتفاقية يمكن أن تصل إلى الطاولة مرة أخرى؟ كلا، الاتفاق انتهى. كلا، لا أتحدث عن الاتفاق النووي، ولكن أتحدث عن قضايا أخرى تثير قلق البلدان المنطقة والبلدان التي وقعت على الاتفاقية، إذ تؤمن أن إيران تؤمن أنها على حق يمكن أن تكون منفتحة على فكرة مفادها أن النزاعات الموجودة يمكن أن نصل إلى حلها من خلال الحوار. أفغانستان وفي سوريا وفي لبنان، نحن بالفعل ساعدنا في تأسيس الحكومة الأفغانية في عام 2001 بعد انهيار طالبان. ذهبنا إلى لوزان وذهبنا إلى جنيف وذهبنا إلى نيويورك وشاركنا في اللقاءات التي تناولت القضية السورية. أصرينا على الحل السياسي. آخرون قالوا سنطيح ببشار الأسد عسكريا أو سياسيا بعون الله. لم تقل ذلك إيران، ولكن الآخرون أرادوا أن يتخلصوا منه عسكريا. الآن إذا ما كانت تلك الدول تريد أن تعيد النظر في المسألة وتسمح للسوريين بأن يصلوا إلى حل من خلال سيناريو سياسي نسمح من خلاله لأن تضع الحرب أوزارها وهذا النزاع الوحشي، إيران وروسيا وتركيا أفضت جهودها إلى خفض التوتر أو خفض التصعيد في ثلاث مناطق. يمكن أن يطغى ذلك على سوريا بأرجائها. هل تؤمن أن الروس يريدون وقف الإطلاقنا؟ لا أعتقد أنهم يعرضون ذلك. هل تؤمن أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد وقف الإطلاقنا؟ نتعين عليك أن تسأل الولايات المتحدة الأمريكية لماذا تجلس هنا وتقول أنا أعلم أن الروس يريدون كذا والإيرون يريدون كذا. وعندما أسأل عن الولايات المتحدة الأمريكية وقد سألت مرارا وتكرارا ولم تجب. يمكنك أن تطرح سؤالا على جون كيري وهو سيقول لك أنه يريد من الروس والآخرين أن يأتوا إلى وقف لإطلاق النار، وأنت تعرف ذلك لأنه ذو مصداقية وأنت تتحدث معه. أنا جلست مع جون كيري وأصريت على وجود حل سياسي وهو دعم ذلك، دعم بياني، وآخرين عارضوا ذلك من خلال مجموعة أصدقاء سوريا. هنالك بيان واضح، ليس ثمة حل عسكري للنزاع السوري. هذا هو الخط العريض. لا يتعين عليك أن تؤمن ما أقوله، ولكن اقرأ البيانات، اقرأ المقررات. الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد حلا؟ كلا، أصدقائكم ربما لا يريدون حلا سياسيا. أنت تطرح سؤال كالتالي، هل تريد الولايات المتحدة الأمريكية هذا أو ذا؟ أقول لا أدري، لا أؤكد ولا أجزم. أنا تحدثت مع سيد بوتين وأنا أعلم أن سيد بوتين يريد حلا سلميا لسوريا لأن النزاع لا يصب في مصلحتنا. هل الولايات المتحدة الأمريكية جاهزة لفعل ذلك؟ يجب عليك أن تتحدث مع شخص تحدث مع سيد ترامب مؤخرا. أنا لم أتحدث معه. نهاية قبل استقاء الأسئلة، في الأسوشيتد بريس تحدثت عن تبادل السجناء لأن هناك شواغل في هذا المقام. هل من تعليق؟ السجناء الأمريكيين في طبعا أنت يتابع قلق بهذا الشأن. نعم أنا يتابعني قلق بشأن الإيرانيين الموجودين في السجون الأمريكية بما في ذلك الحوامل، وأيضا وفقا لبزاعم ما تقول أن هناك انتهاكات فنية لعقوبات لم تكن بطبيعة الحال سارية المفعول.
هو المزرعة الأمريكية ربما تقول أن سجناءكم أيضا سجنوا على نحو غير شرعي، على نحو خاطئ. هل هناك أسماء وتبادل في الأسماء ولماذا؟ لا أدري. أنت وزير خارجية إيران ولا تعرف؟ نعم، ولكني لست وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية. كما يقال استقرق يد واحدة لا تصفق. مع الإدارة السابقة تحدثنا واستطعنا أن نتبادل السجناء من الطرفين. جميع السجناء الأمريكيين في تلك الحقبة أطلق سراحه، ولكن لا يزال بعض الإيرانيين يقبعون وراء القضبان في أمريكا. ولسوء الطالع لم نستطع أن نتحدث مع هذه الإدارة بهذا الشأن. حكومة إيران ليس لديها التفويض بشأن السلك القضائي، ولكن يمكن أن نتفاوض وفقا لظروف معينة، وهذه الفرصة لم تسنح بعد، ولكن يحدوك الأمل أن نصل إليها. نعم. terms of your vigorous defense of the government of Iran. You have a long relationship here in America. You've been in this country many times. You speak our language. لقد أتيت إلى الولايات المتحدة الأمريكية مرات عديدة وأنت تتحدث لغتنا، وطبعا تعرف ثقافتنا وكونت صداقة معكم. أريد أن أنهي بإتاحة لك الفرصة لتعقيب ختامي. لا أعتقد أن هنالك سبب يدعو إلى معاناة منطقتنا وفقا للظروف الحالية. أعتقد أنه من خلال الحوار يمكن أن نحتوي المشاكل التي تعصف بنا. أعتقد أن المشاكل، مشاكل التطرف وشح المياه وما بين من العواصف الرملية إلى الكوليرا في اليمن وما بين، أعتقد أن هذه التفاصيل يمكن أن نحتويها عندما تتضافر الجهود. نحن لا نعارض العمل مع جيراننا للوصول إلى أمن مشترك. أعتقد أن أمننا داخلي، أمننا مرتبط بمنطقتنا، ونحن نؤمن أننا يمكن أن نختار الكثير، ولكن لا نستطيع أن نختار جيراننا. قد تكون لدينا تظلمات واختلافات، وأنا أؤمن أنه إذا ما كان الاقتراح مرتبطا بوجود حوار والحديث والمفاوضات، فأعتقد أن إيران جاهزة. نعم، إلى المنضدة، إلى الطاولات، ونحن جاهزون لوضع الملفات على طاولة. ولكن هناك دول أخرى تؤمن بأنها لا تريد أن تتفاوض ولا تريد أن تصل إلى حل. هذا لم يخدمنا خلال 40 سنة الماضية ولن يخدمنا. نحن اتخذنا خطوات، وأنا لا أريد أن أتبجح، ولكن نحن نعيش في منطقة خطرة، لهذا من أهمية المكان أن نتحاور. نعم، وأؤمن أنه يتعين علينا أن نتحدث مع جيراننا، ولا سبب يحول دون ذلك، وقد قمنا بكل ما بوسعنا في هذا المقام. يطيب لي رؤيتك، وشكرا لوجودك. Society, I think the Foreign Minister Javad Zarif.